عليكم. صفحة 70 علوم الثاني، الكورس الثاني المتوسط، تجارب مندل. هنا أنا هذا يجيكم تعليل علل لماذا اختار مندل نبات البازاليا. أولا، قصر دورة حياة هذا النبات، يعني شنو يعني المدة الزمنية بدءا من زراعة البذور وحتى نضج الثمار. ناخذ هذه، قصر دورة الحياة هذا النبات، زراعته في ظروف بيئية متنوعة، يعني بأي وقت يزرع، بأي بيئة تزرع، تحت أي ظروف، احتواء على العديد من الصفات التي يمكن دراستها. وجود صفات للدراسة، احتوائه على شنو صفات للدراسة. هاي ثلاث أجوبة لهذا التعليل. الصفات الوراثية احنا قلنا هي صفات انتقال، انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى آخر. زين، هنا سؤال، لماذا اختار مندل سبعة صفات محددة في نبات البازاليا؟ قولك ما هي، ما هي هاي الصفات، ما هي صفات البازاليا؟ شكل البذرة ملساء أم مجعدة؟ لون البذرة صفراء أم خضراء؟ شكل القرنة مسطحة أم متعرجة؟ لون القرنة أصفر أم أخضر؟ لون الأزهار بيضاء أم بنفسجية؟ موقع الأزهار طرفية أم أبطية؟ طوق الساق قصير أم طويل؟ أدنى هي هاي، هاي أنواع، أدنى قصير، أدنى طويل، أدنى أبطي، أدنى نهائي، وهاي عندنا شكل البذرة، لون البذرة، وهاي ألوان الأزهار، وشكل القرنة، ولون القرنة. هي هاي الصفات، صفات البازاليا. نعم، وشكراً.